ايوه لا تقتل علينا لا يموت علينا بس انا مفاجئه مفاجئه هنا بدل المفاجئه نقلبها فجاه طريقه النزع هنا تشيلها مره واحده شوي شوي طيب من برا طيب تبغى الحين انا ما عندي مشكله الحين هذه الحين ما عندي مشكله احنا شوي شوي يا رجال انت والله لا لا انت ايمن صح فخليها في اليسار عشان تبان من اليمين لليسار امسك الجهاز في اليمين صح انت ايمن ولا ايسر؟ لا انا عمي هذه ابن عليك صغيره تطعيم صح تطعيم ايام المدرسه حركات قديمه عندي نفسك صدق غمازي هنا وغمازي هنا على كيفك لا اله الا رسول الله وكتفها ابيض من وجهي ما شاء الله ما شاء الله يقول ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وضربه حسيت في ابره؟ مجرد وقت بسيط وراح لانه تجربه جديده طبعا لازم تخليها ثلاث اربع ثواني تقريبا خلها عشر ثواني لا لا قول دقيقه تمام خلها لين يجي سعد لين يجي سعد بسم الله خلاص يا سهلا يظل كذا طب انا 14 يوم بس كيف مرة لا ما يحتاج انك توصل مجرد ما تمر بس مرور بسيط بس يعني جرب الحين يقعد ثابت فيك ما ينفك يا دكتور اذا وصلته لهنا ما يطيح وصلته لهنا بيقرا هذه ما تطيح مع الوضوء مع الماء لا هذه ما تطيح يتروش فيها وعادي نص شهر عموما بحط لك تيب للتاكيد تتروش فيها وتتسبح مدتها هذه 14 يوم 14 يوم بعد 14 يوم تشيلها وتركب واحده ثانيه طبعا طريقه التركيب كيف تقرا من وراء الملابس عادي ما شاء الله هنا كانت الابره وهذا السنسور تقرا من وراء الملابس تمام ادخلها في لازم تضغط هذا بدون ما تفر تضغطها وتكبسها كبسه خلاص تصير الان هنا تعشق هذه كم ابره هنا لا هنا تصير الابره هنا كم ابره في؟ ابره واحده وزين واذا بعدين خلصت هنا اذا خلصت اللي سويته من شهر كم سعرها هذه؟ السنسور ب 350 لكن ان شاء الله انه بيرخص ما عليك اتوقع لانه جديد ب 350 يعني 600 ريال بالشهر 700 ريال و 700 ريال بالشهر تقريبا 700 ريال بالشهر غير كذا الحكومه عندنا يا رب كم توفر كل شيء مجانا الله زين هذا السنسور بفضل لله هذا السنسور ولا جهازكم هذا السنسور هذا السنسور هذا هذا ب 300 350 300 تحطها فيه حرام عليك اشكرك لا دكتور نفسي دكتور نفسي يحاول يكبرك احس ان الجهاز جديد ومستخدمه في راديو استشارنا الحين المستشار الحين عبد الله تدري انه الامور النفسيه تلعب بالسكر والله بدون حل لا والله العظيم انه يستاهل لا لا يستاهل يستاهل صح انه في اخر تجارب لكن الحين ان شاء الله القراءات تصير تسجلها اول باول زين علمنا كيف الشحن كيف الشحن هذا اقدر اشحن بجوال امزح طبعا طبعا مزح عيني حق جالكسي بعد والله ممكن اي والله حق جالكسي يعني ما يحتاج طيب اقدر اشحن عندك دكتور ما عندك اي مشكله الله يبيض وجهك وجهك دكتور تحس